سد مروي بقدرة 1250 ميجاوات، أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية في السودان. الدقة في تنفيذ المشروعات التي عملت وحدة تنفيذ السدود على إنجازها جاءت نتيجة لاتباع سياسة تفعيل دور السلامة ونظم البيئة والجودة وفق المواصفات العالمية في مراحل عملها المختلفة، فكان أن خرجت هذه المشروعات على هذا الشكل المثالي ولتصبح معالم سياحية ذات بعد جمالي أخاذ. مسابقة السدود. السؤال الأول: مشروع سد مروي الذي بدا تشغيله في العام 2009 على الشلال الرابع في منطقة مروي أدى قيامه إلى وصول الكهرباء إلى مناطق واسعة من البلاد، اذكر نسبة الطاقة الكهربائية المائية بشبكة الكهرباء القومية قبل وبعد قيام سد مروي. السؤال الأول: مشروع سد مروي الذي بدأ تشغيله في العام 2009 على الشلال الرابع في منطقة مروي أدى قيامه إلى وصول الكهرباء إلى مناطق واسعة من البلاد، اذكر نسبة الطاقة الكهربائية المائية بشبكة الكهرباء القومية قبل وبعد قيام سد مروي. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 15,000 جنيه، الجوائز من الثانية وحتى الخامسة 10,000 جنيه، الجوائز من السادسة وحتى العاشرة 5,000 جنيه. تسلم الإجابات مجتمعة بنهاية شهر شوال باستقبال وحدة تنفيذ سدود الخرطوم شارع النيل. للمزيد من المعلومات مراجعة موقعنا على الإنترنت diu.gov.sd. أمنيتنا لكم بالتوفيق.